واسوشيت بروفيسور للمانجمنت في كليه تخصصيه العلوم والتكنولوجيا، هيتكلم معاهم عن الاوبزرفيشنز اوبزرفيشن اوف ساينتفك فاكتي ان سوشيال ساينس. دكتور عبد الله كفيل عنده لونج كارير، عمل البي اتش دي في جامعه ليفربول مش كده؟ خريجين جامعه الدكتور من الاوائل او في النص بدا بقى. فهيتكلم عن اوبزرفيشنز، هو زول بيجيب الكميه بتاعت البروجكت بتاعت الماستر بتاعت بي اتش دي بيراجعها وبيشوفها، فشايف انه في اوبزرفيشنز محدده لازم الناس تتابعها. فتعتبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد سعيد في الحقيقه ما شاء الله يعني. ليش اسمك ووجود هذا العدد المحترم يعني من الاخوه الباحثين في الباحثين كما نعلم جميعا طبعا من اهم يعني اسس تطور يعني فالواحد يعني بيبتدي يتفائل بمستقبل السودان ان شاء الله. بالحقيقه في كوميونيكيشن كان دائما انا بحب في الحقيقه كثير من يعني البحث العلمي المفيد بيحصل في البلد في الجامعات جدا جدا. اوكي يعني ممكن تستخدم observations in it. في الحقيقه ملاحظاتي هي بتعكس يعني الحاله اللي انا شفتها اللي موجوده في العديد من الجوانب ما تختص فقط بالريبورتس رايتنج يعني بتاعت الريسيرش. وبالنهايه طبعا الريسيرش يعني قد يكون غالي جدا لكن الباك ريبورتنج ممكن يفسد يعني وده يمكن نحتاج ويكنس كسودانيين جنرالي ولا اعمل هل هنالك من الدارسين والاساتذه السودانيين والكبار من يكتبوا كتابه كويس جدا ويرد كلاس يعني. لكن يعني الواحد طبعا بيتكلم عن الحاجه اللي بيشوفها في الغالب العام وكده يعني بهدف ايه؟ بهدف ان احنا في الحقيقه كلنا نقلب بالنا ونحاول نتجاوز هذه الهنات وهي هنات كبيره مهمه لانه التعب بتاعها كله يجي يعني يفسدوا البول برزنتيشن. مرة في واحد خبير اجنبي بلوكي كل شغالين سوا في مجالات بعضويه التعليم وجزء كبير من الاعداد للدراسات الدوليه لهذا المشروع في مختلف المجالات الجزء الاكبر كان عمر سوداني هو سوداني الفريق نعبره هو اجانب انا جيت واحد هنا لحظه دوليه فقلت له كده هو الفريق بين
يعني كتشوفوا بين الريبورت تاع السوداني وكبر السوداني والريبورت تاع العيان. قال لي الحقيقه انا شايفه انه السودان طبعا بيعمل السودان احسن. والكثير من السودانيين بيجيلوا او حاسبين مجالاتهم تماما. لكن يعني اخذتها بطريقه تاخذها الاجانب يفوتوهم بالسكس ريبورتينج. يعني يعني بالكلام يعني ريبورتينج اللي هو شنو يعني هتلاقي تبقى حاجه جديده اللي هو شنو هيصدق من الفسيح شغلات يعني زي ما فده يعبر عن شنو ضروره التزام بالمعايير عن يعني الدروع يعني الدوليه العالميه في كتابه التقارير. وهذه امثله بسيطه في الحقيقه لكنها مهمه جدا هي اللي تلعب على مساله بسيطه او شغاله يعني. في اربع محاور هنا عندنا محور اسمه لونج سنتنسز جمل طويله ان شاء الله تقريبا تغيرات من هنا وين كان صفحتين ثلاثة جملة سنتنس. بعدين دي كوركت سنتنسز يعني الجملة لها تعريف معين. الجملة معناها كذا 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 أنت تطلع كلام وما جملة وقال لك طويل جملة يعني تنبار سمس اشتك بيقول حاجة عن استمعت لهم يعني لو بقيت الجملة بس دون الرجوع لحاجة جملة وحاجة بعدها أنت المفروض تفهم حاجة يعني وتعرف انه الكلام ده في سياق معين وكده ما عندك ده كمان السوري لكن الجمله بتاعت ذاتها لازم تجي معك ولازم تجي فول ستوب. انت لازم تجي فول ستوب ذاته وهيكون الجمله دي طويله جدا كويس. يبقى ثلاثه اللي هو قوالب اللي هي ميكسينج سنتنسز اند باراجرافز. كثير من الباراجرافز هي سنتنسز بمعنى انه يعني كم سطر كده مثلا اي punctuation الواحد يتكلم عنه على شيء و it closes زي زي الباراجراف. الجملة حاجة والباراجراف حاجة. الشيء اللي انا شايف يعني ان كمعيار يعني يعني تفتيشي انا يعني بالتقارير الكويسة اللي تركبنا ناس اللي أحسن من أخواتي إنه الجملة عادة الجملة المفيدة لا يجب أن تزيد عن صفحة عن طريق سطر إلى ثلاثة سطور لو بلغت أربع سطور. عندما تكون جملة أربع سطور أنت تحتاج في الغالب لـ سامبل سيتويشن. هذا غير كومة هنا مع واحد سامي كولا هناك كلام زي ده قبل ما تطلع فول ستوب قبل الجملة. الباراجراف should be no less than three يعني no less than three sentences make a paragraph. هم يقولون ده كلام بالبعض. الجملة ما باراجراف. الجملة المفروض تكون طويلة. أكثر من مثلا average two to three lines. الباراجراف لا يكون بأقل من three sentences. اللي هو يعني المنطق الشرعي يعني انه الباراجراف يكون بيكلي ستيتمنت بعد ذلك يؤثر الى اوريت ذات ستيتمنت او كمان تريد او يو يعني سبورتد باي سم يعني فاكشوال ديتا. بعدين افتراض انه الباراجراف كان السريع اللي هو الحاجه الاكبر يو كونكلود سمثينج يعني يو ريفير سمثينج statement, elaboration or comment or support and then يعني a conclusion. طبعا احسن الكتاب هم اللي بيكتبوا بجمل قصيره. الباراجراف كل ما طال up to a page يكون كويس يعني معناها ينتج افكار متضاربه جديده.
لكن أبسوليوتلي ما حاجة اسمها تكتيكات جملة وتعادلها ببراجرام وتمشي تعمل براجرام ثاني، ما تعرف تكتيك. فأنا بقول لك أتوقع إن كل واحد فينا مثلا يجيب في بحث وكده يمشي يراجع شوف الحاجات دي ويخلص هنا ولقدام يعني يحرص على الحاجات دي. أنت ممكن تكون عندك معلومات بسيطة دي كان فيري ليجل لكن أنت ممكن تعمل منها حاجة يعني presentation, correct presentation. Are we seeing sentence and paragraphs, punctuation and typing errors? Punctuation. طبعا يعني punctuation ما تعمل يعني عبثا عشان يستعمل. يعني في حته لازم تقرا لازم يتعبوها لازم تستعمل فيها كما على رئيس الكلام هيتلخبط. انت ما عندك يعني ما عندك في حته اذا عملت كما مثلا اذا في حالات معينه مثلا بعد تعمل جمله اعتراضيه او كذا انت المره الجايه في بال ما هتعمل كما هتعمل حيث محتاجين تاخذ درجتين بدل ما تستعجل you will start to continue. لكن برضو you should close your sentence in a reasonable with a reasonable length يعني. عشان يكون عشان لما تسمع يقول أو لما تسمع ما يقول هيك وعشان لما يقول فهم. ففي حاجات كده very funny في punctuation. يعني في ناس مثلا بيستعملوا البراكتس على كيفه. في حتة بتستعمل براكتس يقول استعملها مثلا بدل parentheses بدل الكوتيشن ماركس اللي هي الشولدر المنصوص ولا بيسموها ايش عندها؟ علامات التنصيص كده دي كوتيشن ماركس بيسموها parentheses دي ما بدي ل البراكت البراكت هو انت لو عايز يعني تقول كلام يعني لو فهمت منه ما مشكلة لك يعني كل ده جملة اعتراضية لكن ما لها معنى اكزامبل اي جي اي اي ما بقى عليها اللي هي لكن نرجو الحرص على عدم الخلط بين الاثنين اللي عملوا فضيحة تايم درس أما أنا ما بتلاقي من يعرف كتير أنا خصوصا بعد ما يجيب كمبيوتر خصوصا بعد ما يجيب كمبيوتر يعني كمبيوتر طويل قبل كده أنت شوف العيلة واحد يقول يكتب لنا بثلاثة أربع أنواع من الحروف يعني أنت ستيك تو ون لكن كمان في الوزن ذاته في حروف معيارية زي لكن شنو؟ ماشي مثلا يعني اكثر الكواليس اللي هتلقاها مكتوبه عليها فانت شوف الناس غيرنا بيكتبوا فيو وستويت فجاه يقوم الزول يغير من حاجه العامه هي دي ولا ما بعرف حط الكوفي حاجات قديمه يعني كان بالعربي كان بالانجليزي يعني stick to one type of letter وكذلك طبعا اسم الفونت ولا الفونت هو اللي بعدين انا بحاجه ما كويس الكمبيوتر خالص يعني برتكيو يعني برتكيو برتكيو من الحاجات اللي ما حريف شديد كنا خلونا بعدين ما رحم الله الا ما رحم الله ف يعني ما اكيد انا يعني يقول شباب بيفهموا الكمبيوتر كويس اكيد ما بيفهموا استخدامه ده اللي فهمناه من ضمن الناس التايب الناس اللي انت مثلا تقوم تكتب عنوان جانبي كويس وتقوم العنوان الجانبي تكثف الحروف بورد كويس تقوم بعد كده تعمل خط تحت البورد بعدين تقوم تعمل نقطتين ونقطه ثلاثه كمان يعني ليه انت لما خلاص يعني ما يسر
الالوان عن بعد كده مشكله فينش ولا حاطط ولا هنا والفيرما تكون انت ممكن تكون حاطط بلاش جواب لكن انت ما مش حاطط يعني حاجه توريها لكن انت تقول هو الصح. بعدين واحد اثنين ثلاثه ده هي كده ما هو استزاد على ثلاثه نقط نقطتين لكن عند الشرط يكون ما في خط تحته ولا يكون فيه. بوردو كويس لكن ده اللي انت بتستعمله لما العناوين ما متكرره مش كده؟ في عنوان رئيسي في سب تايتل في سب 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 تايتل كده يعني. فانت لو عملت بورد من فوق اعمل خط في تحته لانه ده سب تايتل. سب سب تايتل اعمل نقطتين بس بلاش اي حاجه ثانيه. كده يعني كل عنوان بتاع مستوى معين يكون اكروس التكست بتاع شيس ده النهايه بس لما نشوف عايز مكتوب كده بنعمل فوائد ايه بنعمل مستوى وكده. This is the subtitle, this is the subtitle كده. فدي امثله بالحليب لكن يعني ريبريزنتيف وموست يعني بريفالنس. يعدوا من الشباب لو يعني ياخذوا بالهم من الحياه وافضل واحد لما يقرا الريسيرش لازم يقرا الحياه دي كلها يعني ما يقرا السابي ستانس بس يقرا الريسيرش ذاته يعني بيسموه يعني بيكتبوه يعني الكتاب ده بتاع الكتاب العلمي يعني شنو يعني مثلا اي اي تي سي اتسترا اتسترا ممنوع. ضمير المتحدث ممنوع اي كده يعني. في بعض التقارير تتبع لكن ما الستاندرد هو ممنوع. ذا اوثر بليفز ذا اوثر سيز ذا اوثر كده يعني انت شو ابلع على المجهول او كده يعني او على اسميهم اوثر وكده او رايتر او كده اوثر اوثر. فا ايه الحاجات اللي في الحقيقه بتجي زي في تقدر يكون بيشتغل بيها لانه ده مش غير يعني الكلام اللي انا كده حاسبينه كده بنوع من الجريفنس لانه كل مره واحده صالحين وتجيني بنفس المشكله. الواحد الثاني نعمل كريتو بعدين ان شاء الله رساله يعني اللي هي كمان الفكره الكلام ده شو الحقيقه؟ اللغه مهمه كان انجليزيه كان عربيه كان اي لغه. اللغه طبعا وعادة يعني والحاجات دي الكتابة دي حاسين بلغي اوفر سو ماني يعني حاولت اتصفى عنها كده. الرويال سوسايتي بدأت تحصل سنة 1000 من القرن الرابع عشر ولا تلاقي التأكيد مستمر يعني. فما نقدر نقص على غيرنا يعني زي ما احنا دارين لازم نستزيد بالمعاني. شكرا جزيلا.